في المنطقه في المنطقه الحره الاستثمار الحره هم اللي كانوا بيعرضوا قدام سياده الرئيس حضرتك للمنتخب للمنتخبات كلها تمام الاولمبي والبرلمان اوكي انا شفت ما هو عرض قدام سياده الرئيس في المنطقه المنطقه الاستثماريه المنطقه الحره في مدينه نصر حضرتك في منتجات كمان حريمي تمام يعني يا ريت حضرتك تاخدي فكره عن ال كل يا فندم كله كل المنتج ده وصحتك لا بص يا حضرتك يعني برضه في لمسه شياكه برضه دي يا حضرتك ب 1300 طبعا لما تقيسيها مع المنتج الاجنبي هتجدي فرق كبير ربع سعر ربع سعر فيري كومبيتيتيف يعني احنا عايزين حضرتك نديك هديه بسيطه شوف حضرتك اختيار حضرتك انا هاجي مره بقى اختار طب لا حضرتك بصي بس على البوست بصي حضرتك برضو دي فوط حضرتك اللي هي فايبر دي منها ثلاث مقاسات وحضرتك الشنط يعني شنطه ب 450 جنيه بصي حضرتك الكواليتي بتاعها عامل ازاي بصي الكواليتي حضرتك بصي معاليكي الشنط برضو بتاعت الولاد بتاعت المدارس حضرتك في كذا في كذا نوعية وكذا برضو هنا جايبين حاجات برضو في المصايب ثلاث ايام ثلاث ايام بعدين لو شلنا ده معاليكي وفي سايز صغير يمكن خمسة درجة الشنط اللي هي بتاعت الشباب لا خدوا الجزم بس البرلمبي عنده بيزود اللي هي في المعرض بتاع الرياض اللي هو انت ولا مترا لا يا فندم مترا هو شريك معانا في هنا لكن احنا يا فندم بنعمل المعرض بتاع الرياضه وحضرتك وزاره التعاون الدولي هتفيدنا جدا في المعرض الرياضي ده تحت رعايه فخامه الرئيس وبعدين المتحده يا فندم هي الاساس في الموضوع يعني خلاص يبقى احنا مع المتحده يعني استاذنك نبع الجواب يبقى خلاص يعني حضرتك بس يعني تمام ان شاء الله تدفعينا لقدام يعني ان شاء الله باذن الله انا عارف ان حضرتك يعني انسانه نشيطه وربنا يبارك لك يعني الله يخليك ربنا يخليك شكرا جزيلا شكرا جزيلا